يقول إذا كان الشخص يصلي في البيت تكاسلا من غير عذر فهل صلاته صحيحة؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاته باطلة وأنها غير مقبولة ولو صلى 1000 مرة، ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة ولكنه آثم وعليه الإثم، وإذا أصر على ذلك سلب عنه وصف العدالة، بمعنى أنه لا يتولى ولاية تشترط فيها العدالة، وحرم من الخير الكثير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.